وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة نتابعها مع رجاء رمزي. إليك رجائي. شكرا ريام، شكرا أميرة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الغاز العالمي للعام 2023 والصادر عن الاتحاد الدولي للغاز. وأضاف مركز معلومات مجلس الوزراء أن الاختلافات الهائلة ما بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون وأيضا الغازات المتجددة تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول العام 2030 وما بعده. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية الرؤية الاستباقية لتطوير وتحديث قطاع البترول في تبني التحول الرقمي كوسيلة مهمة في كافة مناحي عمل المنظومة البترولية، لافتا إلى نجاح التقنيات الحديثة التي تم الاستعانة بها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لإحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي على مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بالغرفة الرئيسية لمنظومة تداول المنتجات البترولية بالوزارة، تابع من خلالها عبر تقنية الفيديو كونفرنس العمل بالغرف الرئيسية للمنظومة بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق التعاون ومصر والنيل للبترول. حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا حذر من أن التصعيد الذي شنته إسرائيل في غزة يمكن أن يوجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث. وقال رئيس البنك الدولي في مؤتمر للمستثمرين في السعودية أنه يعتقد أن ما حدث مؤخرا في إسرائيل وغزة سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة وأن العالم أمام منعطف خطير جدا. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط عقب خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط. ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بما يعادل 0.13% لتصل إلى 89.95 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.9% مسجلة 85.57 دولار للبرميل. في المقابل تراجع أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.13% مسجلة دولارين 2.98 للتر. هذا وأيضا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 0.72% مسجلة دولارين 2.94 وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقع المغرب على 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 282 مليون دولار مع بنك التنمية الأفريقي. أوضحت وكالة أنباء المغرب العربية أن الاتفاقية الأولى ستمول برنامجا للبنية التحتية الصحية بنحو 126 مليون دولار فيما ستدعم اتفاقية أخرى برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بنحو 155 مليون دولار. تتعلق الاتفاقية الثالثة بتمويل مشروع المساعدة الطارئة بمبلغ 1 مليون دولار عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ذلك في سبتمبر الماضي. أعلن المصرف المركزي النرويجي أن صندوق البلاد السيادي سجل تراجعا في عائداته بنسبة بلغت 2.2% وذلك في الفصل الثالث من العام ليخسر ما يعادل نحو 34 مليار دولار. وأشار نائب رئيس الصندوق ترانك جراند أشار إلى أن أسواق الأسهم شهدت فصلا أضعف مقارنة مع الفصلين السابقين، موضحا أن قطاعات التكنولوجيا والصناعات خاصة المنتجات الكمالية سمت سلبا في العائدات.
نهاية وقفتنا الاقتصادية، عودة مجددا إلى أميرة ورهان، فعليكم. شكرا لك رجائي.